شبكة هندية للنصب والاحتيال تسقط عدة ضحايا مغاربة في شباكها. تعرفوا معنا على التفاصيل. عدد من المواطنين المغاربة وجدوا أنفسهم ضحية لشبكة إجرامية هندية بعد أن كشفوا تعرضهم للنصب والاحتيال باسم تطبيقات تقييم خدمات الفنادق والمطاعم لتحقيق أرباح مغرية. عملية استدراج الضحايا تتم عن طريق مراسلة مستعملي فيسبوك على الخاص وتقديم عروض عمل مغرية تخص الاشتغال ضمن شركة هندية لأداء مهام سهلة، مضمونها القيام ب 24 مهمة في اليوم تتضمن تقييم جودة الفنادق والمطاعم. بمجرد الرد على عرضها الوهمي بالقبول، تطلب الشبكة من الضحية رقم هاتفه لإدخاله على واتساب للتوصل بتفاصيل العملية. في المهمة الرابعة يطلب إلى الضحية إرسال مبلغ زهيد ليتوصل بعد دقائق برأس المال وربح مادي وفق ما ذكرته صحيفة صباح المغربية، وبعدها يتم إلزامه بضرورة بعث مبالغ الاشتراك بشكل متواصل لضمان التوصل بمبلغ كبير، وهو ما يقوم به الشخص من دون تردد طمعا في الاغتناء السريع. السلطات المغربية فتحت بحثا قضائيا بعد تقدم الضحايا من مختلف المدن بشكايات إثر اختفاء المحاورين بمجرد تسلمهم الدفعة الأخيرة التي تضمنت مبالغ مالية مهمة. ما تعليقك على الواقعة؟